نجدد الصباح مشاهدين لكل حدا انضم لنا بهيدي الفترة الصباحية ليوم الثلاثاء، وهلأ رح نبلش أولى محاورنا نحدث فيها عن المشاكل أو الأمراض التي يتعرض لها الشخص، وهي مشاكل في الأنف والأذن والحنجرة. تفاصيل أكثر في هذا الحديث عن انحراف الوتيرة، وهي ما المخاطر التي تنتج عن انحراف الوتيرة. بسنة يكون معنا الطبيبة كنانة علي. أهلا وسهلا فيك كنانة. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. صباحك دكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك. بداية، يعني مثل ما ذكرت ريم، انحراف الوتيرة مشكلة شائعة بين الناس، تحديدا إذا بدنا نقول بالمناطق الساحلية بتكتر أكثر من أي منطقة تانية. نحكي عن هيدي المشكلة وتعريفها أكاديميا. هلأ بالبداية خلينا نعرف بالوتيرة الأنفية. الوتيرة الأنفية هي عبارة عن حاجز ضمن الأنف بيقسم لي الأنف لغرفتين متجاورتين المفروض يكونوا متساويين بالحجم. الله خلق الأنف على هيدي الشاكلة كرمال يكون في عندي شيء اسمه الدورة الهوائية ضمن مجرى الأنف حتى يتم تنقيتها وتدفئة الهواء ليوصل بالصورة المثلى إلى الرئتين. هلأ هي كمكونات معظمها طبعا أو القسم الغالب فيها غضروفي وفيها جزء عظمي. أما أسباب انحراف الوتيرة فهي يعني شائعة، رح نحكي بأهم سبب يلي هو الرضوض. طبعا لما منقول رض يعني الرض الذي يتعرض له الشخص من لما بيكون جنين بفترة الحمل. بالصورة. تمام. في عنا الصورة يلي على اليمين هي شكل الوتيرة الطبيعية، لازم تكون على الخط الناصف. اللي على الشمال هي الانحراف، طبعا هون أحد أشكال الانحراف الوتيرة يلي على شكل حرف S. تمام. بشوف على هيدي الحركة ما بقى بيتجرأ يعملها. لا، هيدا الحالة المشوهة، هيدي ما أجرى عليها العمل الجراحي. هيدي الحالة الطبيعية مقارنة بالحالة اللي بيكون موجود في عندي فيها انحراف بالوتيرة. هيدا بيكون خفيف دكتورة ما؟ لا، حسب يعني شدة الانحراف وحسب إذا كان عم يعمل لي أعراض أم لا. هلا رح نحكي تباعا بهيدا الموضوع. طبعا أهم أسباب الانحراف مثل ما حكينا هو الرضوض. الرضوض طبعا ممكن يتعرض للإنسان من لما يكون بفترة أنه هو جنين بطن الأم بعد عمر الشهر الرابع بالحمل طبعا، لا أثناء الولادة الطبيعية، لا أثناء الطفولة المبكرة وكافة مراحل حياته. طبعا خاصة بالطفولة المبكرة بتكون بعد الوتيرة ما أخذت أو ما تعظمت، ما أخذت الشكل النهائي. فأي رض ممكن يتعرض له الطفل بهيدي المرحلة بتعلم يعني ممكن يمرق معي أنا مرور الكرام، إن كان على الأهل أو على الأطباء، لأنه ما بيعطيني تظاهرات مرضية بلحظة الحادثة، لكن يترك نواة معرض على أساس أن يتشكل انحراف في الوتيرة مع الزمن. طبعا في أسباب أخرى منها قد يكون بنيوي تطوري، وهو يعني أثناء تطور الأنف بشكل عام البنى الغضروفية والعظمية بالأنف ما بيصير في تناسق بين الجهتين فبيؤدي لانحراف، بالإضافة إلى التشوهات الخلقية الولادية اللي ممكن تكون من غياب كامل للوتيرة لأشكال بسيطة. طبعا هون شكل تاني، بس أنا حبيت بهذه الصورة نوضح شكل الوتيرة بالإضافة لوجود القرينات الأنفية، لأن هلا بدنا نحكي فكرة كتير مهمة عن القرينات والضخامة المعاوضة اللي بتصير. كمان الصورة الكبيرة هي الشكل الطبيعي للوتيرة، الصورة المصغرة في عندي كمان شكل آخر من انحراف الوتيرة على شكل حرف سي. هلا إذا بدنا نحكي دكتورة عن أعراض انحراف الوتيرة، كيف نعرف نحن فعلا انه هيدا الشخص عنده انحراف الوتيرة؟ هلا أهم أعراض بانحراف الوتيرة هو انسداد الأنف. طبعا كمان هذه صورة شعاعية موضح فيها انحراف الوتيرة بالإضافة لضخامة القرينات. بالنسبة للعرض الأهم هو الانسداد الأنفي أو صعوبة التنفس. هون بدنا ننبه لنقطة كتير مهمة، أنه قد يكون صعوبة التنفس أو الانسداد الأنفي على جهة واحدة أو على جهتين. صحيح. طبعا هيدا بتبع لأمرين، إما شكل الانحراف بالأصل الوتيرة أخذ انحراف لجهة معينة، أو الشكل أنه لجهتين فبتكون على شكل تزوي حرف S فبتاخذ على اليمين وعلى اليسار. وقد تكون على جهة واحدة لكن نتيجة الخلل اللي صار عندي بالدورة الهوائية ضمن الأنف صار في عندي شيء معوض بالقرينات بمخاطية القرينات أدى لضخامة معاوضة بالجهة الأخرى، وبالتالي كمان صار عندي انسداد على الجهتين، الجهة المنحرفة والجهة المعاوضة. من الأشياء الثانية من الأعراض المهمة هو الألم. ممكن مريض بس يجي اللي أنفي بيوجعني
خدودي بتوجعني، راسي بيوجعني، ما صداع، ألم عظمي نتيجة البروز بالوتيرة أو الانحراف مع الضغط على القرينات المعاودة. في عندي شيء اسمه الصداع، حكينا مرة قبل، حكينا بالتهاب الأنف التحسسي، أنه أي شيء بيأثر على وظيفة الأنف بيؤدي لإغلاق الفوهات اللي بتصرف من خلالها أجيوب ضمن الأنف مفرزاتها، فرح يؤدي لتراكم هيدي المفرزات، تعمل بيئة جيدة لنمو وتكاثر الجراثيم، وبالتالي التهابات الجيوب، فبتؤدي لي للصداع. هلا الشمس والبرد كمان قديه مهم أنه فعلا هلا امراض او وجع او الم بتشكل حالي عند الشخص؟ هي الفكره اللي كنا عم نحكي فيها، انه منطقه الساحل بتتظاهر فيها انحراف الوتيره. هلا انحراف الوتيره هي يعني شيوعه 80% في العالم، لكن هل كل الاشخاص بيعانوا من الاعراض؟ لا. لما بتكون البيئه الموجودين نحن فيها بتاثر اكثر على المخاطيه التنفسيه وبتعطيني ضخامه او حاله تحسس او الى اخره، مع وجود انحراف وتيره تتظاهر اعراض انحراف الوتيره بشكل اشد. لكن هل نحن معنيين بشكل وراثي بوجود انحراف الوتيره اكثر؟ لا، ما في هيك شيء، لكن نحن عندنا مشاكل تنفسيه اخرى، يعني بتصير حاله تراكميه بين الجهتين، بين الحساسيه، بين الانتانات، بالاضافه لانحراف الوتيره. تمام. دكتوره، بدنا نحكي عن العلاج هل دائما بنشوفه هو بالعمل الجراحي؟ ممكن يكون في علاجات ثانيه؟ واذا كان في عمل جراحي امتى بيتقرر الطبيب ضرورته؟ تماما. هلا حكينا انه هو 80% من الناس بشكل عام عندهم انحراف الوتيره، بنعمل 80% عمليات جراحيه؟ اكيد لا. نحن بنتداخل فقط عند الحالات العرضيه يلي بيكون المريض وصل فيها لمرحله الازعاج، بده يتخلص من هيدي المشاكل يلي عم يعاني منها. هلا اذا كان الانحراف بسيط مترافق مع ضخامه قرينات مع التهاب انف تحسسي، فانا اكيد بختار الطريق الاول، اني انا اعالج دوائيا الحاله الاخرى يلي ممكن بس تحسنت، انا بوفر على مريض العمل الجراحي. لكن لما انا بعرف انه المشكله الاساسيه عندي بانحراف الوتيره، ما في حل غيره، فاكيد العلاج للوتيره نفسها هو الجراحه وليس شيء اخر. طبعا الجراحه هي يعني عمليه كثير بسيطه، مع انها التعقيد اللي بيفكره المريض عمليه بسيطه، وغالبا بتحل المشكله بشكل دائم. يعني حلو. يعني عند لجوء اي شخص للعمل الجراحي لاجراء هذه العمليه بتحتاج الى تخدير موضعي او تخدير عام؟ هل يمكن اجراء تحت التخدير الموضعي؟ طبعا. لكن المشكله اللي بتصير انه عند الاطفال، طبعا في حالات خاصه ممكن اجراء العمليه عند الاطفال، هو بالعموم لا. عند ناس شوي عندهم عصبية أو خوف أو رهاب، لأن هو المريض ما رح يحس بالألم، بس رح يسمعنا، رح يسمع الأدوات، رح يسمع النجا لتخدير عام يعني حواليه، طبيعي، فأكيد رح يصير عنده نوع من الخوف. هلأ أي طريق بنفضل؟ أكيد نحن أي شيء فينا نشتغله تخدير موضعي بنفضله على التخدير العام، لأني أنا بوفر خطورة التخدير العام على المريض، بالإضافة لأنه النزف فيها بيكون أقل. لكن بشكل عام الناس بتسهل التخدير العام أكثر، لأنه أريح لهم. هون دكتورة، يعني كون الناس بتتجه للتخدير العام، ففي شيء في خطوره بالتخدير الموضعي، او في حاله معينه ممكن تصيب المريض اثناء العمليه كمان تلبك الدكتور اثناء العمل الجراحي؟ هلا حتى لو اشتغلنا تخدير موضعي، فنحن رح نكون عم نشتغل ضمن منظومه، ضمن مشفى يعني. فباي لحظه اضطرينا نحن لتحويلها من تخدير موضعي لعام بتتحول. لكن ما هون الفكره الاساسيه، انا ما بعرض مريضي لهيدي الثغره لما بكون محضرته بشكل جيد. يعني المريض طبعا ما بس انه نحن حكينا عن انحراف الوتيره دخلنا على العمليات، لا ابدا. بدي اشوف انا البنيه الانفيه عندي مشاكل اخرى، يا هل ترى تكنيك العمل الجراحي هل سيحتوي تقويم الوتيره فقط، ام علاج للقرينات بالكي بالاضافه الى ذلك، ام تصريف للجيوب بالتنظير؟ يعني في عندي اكثر من تداخل جراحي مرافق قد يحسن بالوظيفه التنفسيه، بالاضافه لدراسه شامله عن وضع المريض الصحي، الامراض التي يعاني منها، الاخذ بعين الاعتبار العمر، الاخذ بعين الاعتبار الادويه اللي عم ياخذها قبل، طبعا تجهيزه الصيام قبل عن الطعام والشراب قبل 8 ساعات من العمل الجراحي. وفي نقطة كتير مهمة، انه انا يكون مريضي على بينة بهيدي الامور كلياتها وعلى ما سيحدث بعد العمل الجراحي، وفي حال وجود خلل اخر بالاضافه لانحراف الوتيره مثل التهاب الانف التحسسي، فانا لازم اوضح له انه العمليه رح تريحك كثير، لكن هل رح ترجع 100% يعني طناش على التهاب الانف التحسسي؟ اكيد لا، رح تستمر بعلاجه لاحقا. يعني مثلا ممكن يجي المريض بعد فتره يقول لي انا ما تحسنت مثل ما انا متوقع، اوكي، بس انا لازم اكون شرحت له بالقبل، انت عندك حاله ثانيه لازم تستمر بعلاجها. يعني انا عندي الشق الجراحي اديته، في عندي الشق الدوائي، هذا انت بدك تستمر عليه ما بعد العمل الجراحي. حلو. هلا كونه نحن لنحصل على
نتيجة صحيحة ويكون الدكتور راضي عنا والإضافة للمريض، يجب أن يكون هناك تكامل ما قبل التحضير للعملية وضمن العملية وما بعد العملية. تمام. التعليمات التي يجب أن يكون على دراية فيها المريض بعد العمل الجراحي. تماما. أنا دائما قبل ما أخدر المريض دائما بذكره أنه بس تفيق تنفس من تمك أنفك ما فيه. طبعا نحن لنبلش من لحظة الخروج من العمل الجراحي، في عنا كذا ساعة من الصحة إذا كان تخدير عام، بعدين رح يكون موجود عندي أنا دكتين بالأنف، ممكن وجود تماما بيقول لك المريض الدكي أصعب من العملية، ممكن وجود جبيرة وممكن لا حسب تكنيك العملية اللي خضع له المريض. خلال 24 ساعة بيتم نزع الدكة. طبعا نحن في عالم بتضل 3 ايام ليشيلوا الدكه، هلا حسب التكنيك يلي تم فيه العمل الجراحي. طبعا يفضل 24 ساعه، لان اكثر من هيك انا بعرض الانف ضمن الدكات لبنيه لنمو الجراثيم، وبالتالي بدي اغطي بالصعدات بهي الحاله. طبعا يفضل على 24 ساعه سحب الدكات. بعد ما بنسحب الدكات يفضل دائما انه نحن نتجنب النف العنيف يعني او الضغط على الانف، بخاخات لترطيب المخاطيه وتنظيفها، لانه انا عندي بقايا دمويه وقشور، بالاضافه للمسح فقط للانف. في عندي صفائح لازم تنشال على بين اليوم الخامس للسابع ضمن الانف، طبعا بيضل على البخاخ والسيرومات حوالي الشهر. وفي نقطه مهمه، انه خلال 24 ساعه الاولى بحكم انه انا عندي مجريين للتنفس عبر الانف وعبر الفم، فانا عندي مجرى منهم خسرانته حاليا مسكر، بدنا نعتمد على السوائل والاطعمه السهله بالتناول عشان ما يصير عندي شرطقه او يعني ما عندي طريق ثاني بهي المحل. خلال دكتوره كمان بعض الحالات بيصيبهم قلاع بال مو التهابات، هو يعني ما قلع، هو تخريش دائما بيقول لك انا عملت عمليه لانفي بس بالعوم عم يوجعني. نتيجه شو بيصير هذا التخدير؟ لانه احنا نببنا المريض وبعدين حتى غير موضوع التنبيب والتخريش اللي بيصير بالتنبيب، انت عندك يوم او يومين حاطه دكات عم تتنفسي من تمك، فبيصير في جفاف كمان بالفم، بيعمل حاله تخريشيه. بهيدي الحاله كيف بيتعامل؟ لانه فعلا بتكون اصعب من العمليه ببعض الحالات، غير سوائل الدافي، ويتحمل المريض لبين ما نشيل الدكات وما يخاف، يعني هي حالة عابرة، هي لوحدها رح تمرق مرور الكرام يعني. تمام. لهذه العملية دكتورة يعني محاذير كتير، بس الاختلاطات اللي ممكن تصير مع المريض، هل ممكن يكون في اختلاطات خطيرة مثلا؟ طبعا هلأ هي مثل أي عمل جراحي وارد الاختلاطات تكون موجودة بالنسبة طبعا بسيطة جدا، وبما أنها صارت عملية روتينية عم تجرى بمشافينا بشكل يومي، فيعني صار في خبرة بالموضوع، وإن شاء الله يعني ما بقى النسبة صارت ضئيلة جدا. ممكن يصير في عندي ورم دموي على مستوى الوترة، ممكن يصير في نزف، ممكن يصير في انتان، ممكن يصير في انهدام لجسر الانف اذا كان في يعني اذا استئصال جائر للوتيره. طبعا وارده هي المشاكل، لكن بالعموم يعني صارت نسبتها كثير قليله لانه بلادنا كثير بنشتغلها. حلو. هلا في كمان لها تاثيرات جانبيه على الاسنان، على الفكين، على اللثه، على طبعا لانه هلا التعصيب بشكل عام الجسم مرتبط كله مع بعضه، فهي منطقه مجاوره لها. احيانا عند القطع النهايات العصبيه وخاصه بمقدمه الانف ممكن يصير في عندي الم او حتى خدر بالقواطع مع المخاطيه، لكن كمان هي حاله عابره، هذا الخدر والتنميل وحس الازعاج بيتراجع خلال 48 ساعه، يعني كمان ما في شيء مقلق ابدا. الاشياء كمان اللي بنسمعها دكتوره، احيانا الناس ممكن تنصح المريض، يعني بغض النظر عن اكيد مصداقيه الدكتور، لكن ممكن يسمع للناس الثانيين ويقولوا له انه لا بترجع ما تعملها لهيدي العمليه، رح تتعذب على الفاضي وممكن ترجع، يعني فهيدا صحه هيدا الكلام قد ايه؟ النقص وارد، لكن بدنا نفهم نقطه، نحن من بنحاول نقوم الانحراف لترجع الوترة على الخط الناصف، لكن هل يعني ذلك أن تكون مستوية تماما؟ إذا بقي بعض الانحراف اللي ما بيأثر على وظيفة الأنف وعلى دورة الهواء ضمن الأنف فهو عملية ناجحة حكما. في عندي نقطة، ممكن يكون في خلل من التكنيك العمل الجراحي أدى لبقاء الانحراف، هذا أمر وارد، إذا تم على يد خبيرة فالمفروض أنه ما يكون عندي أنا هاي المشكلة. النقطة الثانية، بالفترة الأولى بعد العملية الوترة كتير طرية، فأي شد أو أي رد أو أي التصاقات شديدة تمت يعني صارت بالأنف بعد العمل الجراحي ممكن تؤدي لانحرافها مرة جديدة. بالإضافة لنقطة تانية دائما بنقول الغضروف له ذاكرة، يعني ممكن يرجع ينحني، فلهيك نحن بنقدر العملية ونكون حاطين التكنيك قبل العملية. إذا كانت حالة شديدة نحن يعني في أكثر من تكنيك ما بدنا ندخل فيهم، أنه هيدول الطبيات بيصير في إلى تراتبية بالعملية، النقص وارد طبعا.
حلو. هلا بدنا نحكي عن حساسيه هيدي العمليه عند الاطفال، يعني وباي عمر يمكن انه يتاهل الطفل انه يعمل هيدي العمليه بدون ما يكون في الى مخاطر او اثار جانبيه. تمام. هلا بشكل عام نحن دائما نقول الوتيره بعد ال 18 او 17 سنه، يعني بحيث انه يكون اكتمل الشكل النهائي اللي الانف اخذه والتعظم والغضاريف كلياتها اخذت الشكل النهائي. لكن ممكن ببعض الحالات لما تكون شديده وفي عندي انسداد بالانف بحاله انحراف شديده عند الاطفال انا الجا لا طبعا يعني. لكن هون اكيد بنحاول بعد الخمس سنين حكما انه نحن نلجا لهيدا الاجراء. وبدنا ننتبه لفكره انه عند الطفل تحديدا انت بتدخل لحتى تحسن وظيفه التنفسيه، تطلع ما بهمك تعمل شيء مثالي او تقويم مثالي للوتيره، بهمني انا بس حسن له اياها للوتيره بنسبه ولو 50% واطلع. في عندي هون نقطه كثير مهمه لازم ننبه الاهل عنها، انه غالبا هيدا الطفل بعد ال 18 سنه رح يرجع نعدله هيدي العمليه. صحيح. لان هيدا الانحراف مهما بقي منه نسبه بسيطه كون الطفل عم ينمو وهو عم يزداد هذا الانحراف رح يرجع وينقص، فغالبا عملية الانحراف عند الأطفال ستنقص وبالتالي هو مهيئ لعملية أخرى بعد الكبر. تمام دكتورة. كمان إضافة للناحية التنفسية والصحية عم بيكون في ناحية جمالية بهذا الموضوع، يعني انحراف الوتيرة عم بيكون في ميلان بالأنف فالواجب تصحيحه. بعض الناس واللي عم يعملوا انحراف الوتيرة عم بيكون دائما مصاحب لإله عملية تجميلية للأنف بحكم إذا كان في مشاكل بالأنف. نحكي عن هذه النقطة وهل ممكن جمع لهدول العمليتين؟ تمام. هلا في نقطة كتير مهمة، مشكل انحراف بالوتيرة يعني انحراف بمحور الأنف. هلا إذا كان في رد أدى لانحراف محور الأنف مع الوتيرة أوكي بيكون مبين عندي على الشكل الخارجي، لكن هل انحراف الوتيرة يعني انحراف أو تشوه بالشكل الخارجي بالأنف؟ أبدا. ونقطة مهمة كمان، لما أنا بدخل أشتغل انحراف وتيرة عند المريض هو بده يعرف أنه الشكل الخارجي للأنف ما رح يتغير، إذا ما كان في اتفاق مسبق أنه الشكل مزعج وأنا بدي أشتغل تجميل أنف هيدي بتصفي عملية تانية، لكن ممكن نشتغلن مع بعض. أكيد وارد أنه نشتغلن مع بعض، بس أنا بحب كثير أحكي نقطة عن هذا الموضوع انه تجميل الانف صار شائع كثير وخاصه ببلادنا، فانا قناعتي الشخصيه انه التجميل اللي ما راح يعطي تناسق لابعاد الوجه، وما بس انه تجميل على مستوى الانف يكون متناسق مع ابعاد الوجه كامله وبغير بجمال الشخص كاملا، فالابتعاد عنه يعني بس نبعد شوي عن الحالات الوسواسيه. صار عندنا تجميل الانف كثير شغال انه هو شغلتي يعني انا ما لازم احكي هالحكي، بس الواحد لازم يكون عقلاني باخذ قرار تجميل الانف. هلا رح نضطر على موضوع الناميات كمان، والناميات بهيدي الفتره في كثير من الاطفال عم يجروا هيدي العمليه والاقل من 3 سنين، يعني قد ايه مدى خطوره هيدي العمليات وعند الاطفال واثارها الجانبيه؟ تماما. هلا الناميات هي العمر يعني عمر الذروه الها هو ال3 سنين، يعني هيدي المرحله اللي نحن بنشتغل فيها الناميات، هي كمان عمليه روتينيه. صراحه الاهل كثير بيكونوا متخوفين من عمر الطفل الصغير، صحيح في يكون ضيق تنفس من نتيجه هيدي، بس كمان هي صفت عمليه روتينيه بسيطه جدا ما بتاخذ معنا شيء بالعمليه. ولازم الاهل يتشجعوا انه يعملوها لانه الطفل حقيقه ما بس بيعاني من صعوبه التنفس والشخير والمفرزات وهو تأثر على حياته على طفولته على تطوره الروح الحركي على أدائه المدرسي إن كان في المدرسة، فلا هي عملية بسيطة يعني الواحد يعملها بيرتاح طفله وبيرتاحوا الأهل كمان بعدها. حلو. تمام. استصال لو زتين دكتورة كمان بتنصحي فيه، يعني كونه هيدا العمليات ممكن مثل ما ذكرت ريم تأثر على الأطفال شوي ويحسوا فيها الأهل بغصة في حال كان ممكن يتعرض طفلهم بهذا العمر لعمل جراحي. هلأ اللوزتين هم يعني هن الخط الدفاعي الأول عن الجسم، فأكيد نحن في إلى بروتوكول وإلى استطبابات خاصة. نحن بدنا يكون عندي أنا قصة مرضية واضحة من الأهل، تاريخ مرضي، قديش قلنا على هاي الحالة، كم مرة بيلتهبوا اللوز بالسنة، كم سنة قلنا عم نعاني منها، بعدين بيتاخذ القرار الجراحي. يعني الخط الجراحي باستئصال يعني بعلاج اللوزتين هي آخر خط أنا بلجأ له، طبعا بلجأ للعلاج الدوائي بالمرحلة الأولى. وأكيد لما أنا يعني هي كفتي ميزان، لما أنا بتصير الآثار السلبية أكثر من الإيجابية فحكما أنا بدي ألجأ للعمل الجراحي غير مأسوف يعني على هيدا القرار، لأنه أنا بكون عم بأذي الطفل إذا تركت له اللوزتين. أما إذا في حال أنه لا مقبول الوضع هي حالة روتينية ممكن تمرق معه مرة بالسنة أمر طبيعي. حلو. كما أسلفنا سابقا ببداية حديثنا دكتورة، يعني نوهتي وقت اللي كانوا عم بيطلعوا الصور أنه رح نحكي عن القرينات
تماما. هلا القرينات هن زوائد موجوده ضمن البنيه الانفيه، يعني كل البشر جميعا عندهم هي القرينات. لكن مريض بيقول لك انا عندي قرينات، هو المصطلح ما كل العالم عنده قرينات، لكن يعني قرينات يعني صار في ضخامه قرينات ادت لسوء الوظيفه التنفسيه مثل ما عم نشوف في الصوره. تماما، هي الزوائد يلي على جانبي الوتيره. هلا الفكره اللي كنا بدنا نحكيها انه اثناء العمل الجراحي ممكن اذا كان في عندي ضخامه مرافقه بالقرينات غير متراجعه بالعلاج الدوائي، انا ما بصلح الوتيره، ممكن الجا لكي القرينات لتخفيض حجمها كمان كرمال يستفيد المريض ويفتح المجرى التنفسي بالجهتين. يعني عمليه الكي ممكن تكون عمليه ناجحه وما ترجع؟ لا، النكس طبعا وارد، لكن هون بقى الدور كثير مهم على المريض بعد العمل الجراحي، وخاصة أن القرينات هلا إذا كان ضخامة القرينات ناتجة عن انحراف الوتيرة كحالة معاوضة فالمفروض أنه ما ترجع معي، أما إذا كان ضخامة القرينات ناتجة عن حالة تحسسية المريض بيعاني منها فهون يعني الوظيفة يعني أو النسبة الكبيرة من العمل هي على المريض. مثل ما حكينا سابقا الوقاية من أسباب التحسس أولا، ثانيا الالتزام بالخطة العلاجية وخاصة بفترة الفصول الانتقالية وبالمرحلة اللي بتعرض فيها المريض للعوامل المحسسة. يعني في كمان أمراض شائعة مثل الربو بتأثر على مريض اللي عنده انحراف وتيرة أو عنده قرينات أو عنده التهاب، يعني هذه كل العوامل بتخفف من مناعة أي شخص بهيدي انحراف الوتيرة. إذا بدنا نحكي أكثر عنا على الصعيد الاجتماعي شو أثر على الحياة، من الأعراض طبعا نحن حكينا الأعراض الأهم، لكن من الأعراض الأخرى أنا عندي الشخير الليلي. لما نحن بنحكي شخير ليلي يعني مريض ما عم يتنفس من أنفه، عم يتنفس من تمه وغير كافي له، وبالتالي ما عندي دورة نوم منتظمة، ما عم يدخل بالنوم العميق، بيأثر على حياته الاجتماعية لاحقا، بيأثر على أدائه الوظيفي، بيأثر على نشاطه، على همته على العمل، على تركيزه، على ذاكرته، فأكيد هذا يعني وحدة متكاملة. حلو. بالإضافة لما قلتي دكتورة إنه فعلا وقت اللي بيكون الشخص على غير دراية بالحالة اللي هو فيها، بالإضافة استمرت معه على يعني لزمن معين دون اللجوء إلى طبيب أو الأدوية، هون المخاطر اللي بتأدي بالإضافة اللي ذكرتي أنت. تماما. هلأ لهيك نحن دائما بنوجه المريض لفكرة أنه لما يصير عندك أعراض وخاصة الأعراض اللي بتتكرر الجأ للأخصائي، الجأ للطبيب لحتى يعطيك الحل الأمثل. الأعراض مثلا لما بنقول كلمة صداع هي كلمة شائعة لأمراض كثيرة، فنحن الأول خطوة لازم نحدد السبب. يعني أنا وعندي مريض ممكن يجيني عم يشكي من صداع، بفحص الوتيرة ممكن لاقي عندي أحد أشكال الانحرافات مثلا مثل المهمز بسبب لي نوع من الصداع، لكن هل أنا بدخل مباشرة على قاعة العمليات وبشتغل انحراف وتيرة؟ لا، بدي أتأكد من السببية بيناتهم. الصداع هو عرض لكثير من الأمراض ولكثير من الأذيات بالجسم، وبالتالي ممكن نلجأ لمناورة صغيرة أنه أثناء هجمة الصداع نقوم بتخدير المهمز مع القرين المقابل له. هلأ في حال تحسن الصداع أو التغى مباشرة هيدا بيربط لي السببية، فأنا بتأكد أنه انحراف الوتيرة هون هو المسبب، بعالج على هيدا الأساس. لكن للأسف الحالة الشائعة أنه مثلا مريض الصداع رح ياخد مسكن، مريض عنده سيلان أنفي ممكن ياخد أي نوع من المقبضات الوعائية أو مضادات الاحتقان بدون حتى أنه يلجأ للطبيب. لا، أنت قبل ما تعالج العرض لازم تبحث عن السبب، عن الركيزة اللي وصلتك لهون. أكيد يعني نصائح كتير مهمة للمشاهدين، إن شاء الله يكونوا استفادوا من هيدا اللقاء وياخذوا الشيء اللي بيناسبهم، دائما يرجعوا للطبيب. نصائح أخيرة بتحبي توجهيها لكل اللي عم بيشوفونا هلا بخصوص تحديدا انحراف الوتيرة، وأنت ممكن هن يلجأوا للطبيب في حال أي عرض من الأعراض؟ أهم أعراض برجع بأكد على الأعراض اللي لازم تخلي المريض يلجأ للطبيب، صعوبة التنفس من جهة أو جهتين بشكل دائم، النقطة الثانية الرعاف المتكرر، الشخير، الصداع. هيدي الأعراض لما بتنوجد راجع طبيب الأنف إذا رح نزوره. بدنا نشكر تواجدك معنا الدكتورة كنانة علي، وشكرا لك على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله يا رب يكون المشاهدين استفادوا منها. أكيد دكتورة نورت.